السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من بين قوسين، نخصصها اليوم عن أزمة الغاز المنزلي في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي. من جديد تضيق ميليشيات الحوثي الخناق على اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وما إن يخرج المواطن من جرعة حتى تفرض الميليشيا أخرى لتضييق كل فرص الحياة وانعدام الاستقرار النفسي لدى المواطنين. ومع أزمة تثبيت الميليشيا سعرا جديدا يزيد من الأعباء المعيشية ويضاعف من الهموم، وبينما تعمل الحكومة الشرعية على إيصال الغاز المنزلي إلى عواصم المحافظات بمبلغ لا يزيد عن 1250 ريال تشمل أجور التوصيل، قفزت الميليشيا بالأسعار حدا نهز الخمسة أضعاف من الكلفة الأصلية، وبذلك يحقق هوامير الميليشيا ثروات طائلة من استثمار معاناة المواطنين. ثمة تقارير تتحدث عن طبقة حوثية انتهازية صنعها الانقلاب خلال السنوات الثلاث الماضية، بنوا امبراطوريات مالية جراء نقل وتوزيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي، بينما لا تكفي أيضا لسد احتياج السوق المحلي. في هذه الحلقة من بين قوسين نخصصها لمناقشة ما هي الأسباب وراء ارتفاع هذه الأسعار الجنونية التي تفرضها الميليشيا في مناطق سيطرتها، وسيكون معي في هذه الحلقة عبر الأقمار الاصطناعية الصحفي عبد الله المنصوري، وكذلك سيكون معنا الصحفي بسيم الجناني من الحديدة، وأيضا سيكون معنا الناشط الحقوقي عمار مرشد من صنعاء. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وابدا هذه الحلقه مع الصحفي عبد الله المنصوري عبر الاقمار الاصطناعيه من مأرب. مرحبا بك استاذ عبد الله. اهلا وسهلا اخي بشير. اهلا بك استاذ عبد الله. انتم في مأرب، هذه المحافظه المنتجه الاول للغاز في اليمن والتي تصدر بكميات كبيره الى كل المحافظات. برايك لماذا الميليشيا تعمد الى خلق واختلاق ازمات للغاز المنزلي وبيعه بأسعار مضاعفة في مناطق سيطرتها؟ نعم أخي بشير، أولا يجب ننظر إلى هذه الميليشيات التي انقلبت على الدولة أو على الحكومة وأسقطت الدولة وكل مؤسساتها بذريعة 500 ريال أو ارتفاع 500 ريال في المشتقات النفطية. هذه الميليشيات اليوم ذاتها التي أوصلت المواطن اليمني إلى هذا الحد من الوضع الإنساني الكارثي، هي تقوم أولاً باستغلال هذه الأزمة أو افتعال هذه الأزمة ومضاعفة سعرها بهذا الحد اللامعقول لاستغلالها من جانبين. الجانب الأول يخدمها في مفاقمة الوضع الإنساني والمزايدة الدولية وأمام الرأي العام للضغط على التحالف العربي لإيقاف حملاته ضدها. من الناحية الأخرى هذه الميليشيات تفاقم الوضع الإنساني وأيضا تستغل الوضع المعيشي للأسر وللمواطنين الواقعين تحت سيطرتها لخلق بيئة تساعدها لحكم هؤلاء والسيطرة عليهم، وأيضا بدرجة أساسية لسهولة تجنيد أبنائهم وتجنيد هؤلاء وتوظيفهم لصالحها وإقحامهم في حربها العبثية ضد اليمنيين. نعم عبد الله، السلطة المحلية في مأرب وأنت هناك وتعيش في هذه المحافظة، مقدار اهتمام السلطة المحلية بمد المحافظات الأخرى في اليمن سواء التي تخضع لسيطرة الميليشيا أو الأخرى بالغاز المنزلي؟ أخي الكريم، نلاحظ أن السلطة المحلية في مأرب والحكومة الشرعية بشكل عام تولي هذه النقطة اهتماما خاصا، ولاحظنا هذا من خلال ما قامت به قبل أيام أو خلال الشهر الماضي محافظي المحافظات غير المحررة، وعقدوا هنا مؤتمرا صحفيا وقاموا بتشكيل غرفة خاصة لمتابعة هذا الموضوع وعملوا آليات
ضمان وصول المشتقات النفطية أو الغاز بدرجة أساسية إلى المواطنين بسعره الرسمي الذي لا يتجاوز 1500 ريال، حيث يباع هنا في مأرب ب 1500 ريال وكذلك في بقية المحافظات المحررة، بينما هذه الميليشيات تقوم ببيعه بما يزيد عن 5 أضعاف. السلطة المحلية أو شركة النفط تقول أنها ما تنتجه أو أن 60% من إجمالي ما يتم إنتاجه من الغاز يتم تصديره إلى المحافظات غير المحررة، فأكثر من النصف تستلمه هذه الميليشيات، لكنها تقوم بتخزين هذه الكميات ويتلقفها نافذون وتجار حوثيون ويقومون بتخزينها وبيعها بالأسواق السوداء أو بتوزيعها لمقاتليها وأنصارها وأتباعها عبر عقال الحارات ومشرفيها في هذه المناطق والحارات. نعم، المؤتمر الذي يقيم في مأرب كما تحدثت أخي عبد الله قبل تقريبا شهر أو أكثر في مأرب لمحافظي المحافظات التي نصبتهم الشرعية، ولكن للمحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا، الآلية التي اعتمدوها حتى تصل هذه المادة بالسعر الرسمي للمواطنين في هذه المحافظات، كيف يمكن لهم أن يقروا هذا السعر وهم أصلا غير موجودين في هذه المحافظات؟ بالضبط، تقريبا أعتقد أن هؤلاء المحافظين انطلقوا من مبدأ أن الوضع المعيشي لا يمكن أن تتمادى فيه الميليشيات أكثر، لكن في الحقيقة هم يواجهون عصابات، والآليات التي وضعوها الحقيقة أنها لم تكن بالمستوى المطلوب أو لم يكونوا قادرين على تنفيذها أو هي دون الحد الذي يمكن أن يضمن إيقاف مزايدة الحوثيين واستغلالهم لسعر الغاز المنزلي، وهذه الآلية هي في الحقيقة تعود لطبيعة أن القبضة الأمنية والسيطرة التامة لهذه الميليشيات التي تستغل كل شيء، وعلى رأس هذا المتاجرة بالغاز المنزلي، فلذلك لم تكن عملية إلى الحد المطلوب، ولابد أعتقد أنه لن تستطيع الشرعية أو لن يستطيع هؤلاء المحافظين والسلطات المحلية فعل شيء إذا لم يتم تحرير هذه المحافظات وإكمال تحريرها من قبضة هذه الميليشيات. نعم، طيب عبد الله ابقى معي، سنشرك معنا في الحديث من الحديدة الصحفي بسيم الجناني، مرحبا بك بسيم. مرحبا بك أخي بشير، عليك وعلى جميع المشاهدين، مساءكم جميل وخير إن شاء الله. أهلا بك أستاذ بسيم، كيف تتابع أو كيف يتدبر الناس حالة انعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي على وجه التحديد في محافظة الحديدة في ظل هذا الارتفاع الأسعار الجنوني وانعدامه أصلا؟ نعم أخي، طبعا دعني أوضح شيء مهم جدا يعني حول الأزمة ولماذا اخترقت هذه الأزمة. نعم، قبل شهرين بالتحديد في سبتمبر وفي أيلول تم استيراد ناقلتين غاز إلى ميناء الحديدة، واحدة 6500 طن وأخرى 3400 طن، يعني أنا أتحدث عن ملايين اللترات التي وصلت إلى إلى ميناء الحديدة. طبعا هذه الكمية عندما تصل بسعر أقل من السعر الذي حتى يأتي من مأرب بالسعر العالمي، تجد الميليشيا فرصة لانتهاز بيع هذه الكمية بأسعار 3 أو 4 أضعاف، فيتم خلق أزمة مشتعلة حتى يتم تصريف هذه الكمية للمواطنين. الأزمة في الحديدة منذ شهور على بالمناسبة، ليست وليدة اليوم أو اللحظة، هناك أزمة متقطعة من شهر إلى آخر ويتم إخفاؤه ويتم يعني توزيع الغاز على المحطات ويتم إخفاؤه بشكل متقطع. بالإضافة إلى ما يأتي من مأرب يتم بيعه في صنعاء يعني بنفس الطريقة التي يباع فيها بالحديدة، كان ب3000 أو 4000 وهكذا، يعني الكمية التي كانت في الميناء إضافة إلى الكمية التي تباع فيها بالمأرب، إحنا نتحدث عن متاجرة غير عادية، سوق سوداء يعني منتعشة بشكل كبير جدا، يعني كل الكميات التي تصل عبر الميناء من نفط سواء ديزل أو غاز، محمد عبد السلام، محمد علي حوثي، الطماط كلهم شركاء في تلك الناقلات التي تصل للميناء ويتم توزيعها وبيعها بدون اي يعني اي مهوقات.
طبعا الشعب هو الذي يتكبد يعني هذه الخسائر بشكل كبير. اليوم الناس تشتري الحطب من البقالات، اليوم الحطب يباع في البقالات، الأشجار تقطع في الشوارع، الناس بشكل يعني كم وصل نعم بسيم، كم وصل الآن سعر الدبة الغاز في الحديدة؟ إلى اليوم 7000 ريال، مع أنه هناك توزيع رسمي يتم يوميا عبر المحطات التي غالبا أو أغلب المحطات اليوم موجودة في الحديدة هي جديدة، تم إن شاء الله خلال السنتين هذه من أفراد من قيادة ميليشيا الحوثي، ولكن عندما تأتي الكمية بسعر 3000 الذي هو أيضا سعر سوق سوداء يتم بيعها ب7000، يعني هناك سعر سوق سوداء رسمي وسعر سوق سوداء للمشرفين ولأصحاب المحطات، يعني أمور جدا معقدة، وللأسف الشعب يتجرع هذه المعاناة. اليوم البترول نفس الشيء، أكثر من أنا أحدثك الآن وداخل ميناء الحديدة أكثر من 12 ناقلة نفس ديزل وبترول، ويباع البترول ب7000 ريال بسعر السوق السوداء، وللأسف المواطن يندفع بشكل كبير لأن يساهم في كسب الميليشيا لهذه الأموال الطائلة وتجنيها من ظهر الشعب. هناك لا رواتب، انقطاع للوظائف، البطالة، وللأسف جرعة فوق جرعة ومعاناة فوق معاناة. الحديدة اليوم تعيش يعني صيف قادم، وللأسف يعني بالمناسبة هذه الأزمة دائما تختلق عندما يكون نحن أبو في الصيف أو في الصيف نفسه. هناك حاجة ماسة الآن مع انقطاع الكهرباء وحاجة الناس للديزل والبترول، فيندفع الناس المواطنين للشراء الضرورة للضرورة، يعني للأسف استغلال غير عادي من هذه الأشياء على المواطنين. والغاز اليوم يعني محتكر، كلنا يعرف من يعني أين يذهب إيراداته، أين تذهب إيرادة الميناء، أين تذهب إيرادة النفط، كل هذه يجيبها الميليشيات واستمرار جبهات الحرب مشتعلة. نعم، طيب أستاذ بسيم ابقى معي وأعود إلى مأرب عبر الأقمار الاصطناعية مع الأستاذ عبد الله المنصوري. أستاذ عبد الله، إذن ربما الآلية التي تحدثنا عنها والتي قاموا محافظي هذه المحافظات بالتنسيق مع الحكومة الشرعية والسلطة المحلية في مأرب من أجل أن تصل مادة الغاز بسعرها الرسمي للمواطن في المحافظة الخاضعة لسيطرتها ربما فشلت، هل باعتقادك هناك من طرق أو آليات تعمد عليها الآن الحكومة من أجل الضغط على الميليشيا بإيصال هذه المادة بالسعر الرسمي، أم استنفذوا كل الطرق وباتت الميليشيا تتعامل بشكل عصابة ولا يمكن يعني وجود أي آلية تنظم سير بيع هذا المادة للمواطنين العاديين في هذه المناطق؟ باعتقادي أن كل الآليات وكل الحلول التي يمكن أن تقوم بها الحكومة هي في الحقيقة غير عملية مهما كانت ومهما تم الاجتهاد فيها. تقريبا الأمس أو خلال هذا الأسبوع أصدر الرئيس عبد الرب منصور هادي قرارا بتحرير استيراد المشتقات النفطية، وهذا سيخفف من المشكلة إلى حد معقول، لكن أيضا تظل الحل الوحيد و الضامن لحل هذه المشكلة هو تحرير هذه المحافظات وهذه المناطق من قبضة هذه الميليشيات. فهذه الميليشيات ليس لها أي هدف أو لا يمكن أن نتعامل معها أو نصفها بأدنى مستوى من المسؤوليات التي يمكن أن تلقى على عاتقها تجاه المواطنين والسكان. هذه الميليشيات ناهيك عن أنها تقوم بمضاعفة السعر إلى هذا الحد، هي اليوم تحتجز عدد كبير من القاطرات والناقلات على مداخل العاصمة صنعاء، عشرات الناقلات، ولا تكترث بما يحصل داخل العاصمة صنعاء للمواطنين والسكان. عدد كبير من المطاعم أغلقت اليوم أبوابها نتيجة لعدم توفر مادة الغاز. إذن نحن الآن أمام ميليشيات تحشد طاقتها وتستغل نفوذها لمفاقمة هذه الأزمة أو للمزايدة بهذه الأزمة. فلا يمكن مهما عملت الحكومة من حلول لا يمكنها أن تكون ناجعة أو لا يمكن أن تكون عملية إلا إذا تم تحرير هذه المحافظات.
نعم، طيب ابقى معي استاذ عبد الله وايضا الاستاذ بسيم الجناني. مشاهدينا الكرام، سنذهب الان لمتابعه هذا الاستطلاع الميداني الذي يتحدث فيه المواطنين عن ارتفاع وانعدام ماده الغاز المنزلي خاصه في مناطق سيطره الميليشيا. نتابع هذه التصريحات ومن ثم نكمل الحديث. استولوا على جميع الوكالات واستولوا على جميع الصادرات المتجهه الى المحافظات بشكل عام، وخزنوا بفترات ماضية مخزون هائل من الاسطوانات الغاز، وكانوا ما بين مرحلة ومرحلة أو ما بين فترة وفترة يختلقوا أزمة المواد مادة الغاز، وفي كل أزمة يرفعوا السعر. ارتفعت من 1250 إلى 3500 اليوم في داخل صنعاء ب 7000، ولا توجد أسطوانة الغاز. أن الميليشيات اعتادت أن تعيش وأن تأكل وأن تنفذ مشاريعها، وتواصل قتال الشعب اليمني عبر السوق السوداء التي تفتعلها دائما باستمرار. أزمة الغاز هي مفتعلة من قبل قوى الانقلاب، ويعني مسألة ليست غريبة على اليمنيين. يفترض الآن على الشرفاء في صنعاء وغيرها أن ينتفضوا ضد هذه الميليشيا التي عادت في البلاد الفساد، والتي تأكل وتشرب على ظهور المساكين والبسطاء في المناطق التي تسيطر عليها. قضية الغاز في صنعاء وفي غيرها هي لن تكون الأولى، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. فكلما هزمت الميليشيات في مكان حاولت أن تخنق الناس وتقتلهم بأي أسلوب، مرة بالغاز ومرة بالتقويع ومرة بقطع الرواتب قطع المياه، معنا أنهم دمروا الحياة تدميرا شاملا. أسطوانة الغاز تصل من مأرب ومن مناطق سيطرة الشرعية أو المناطق المحررة ب 1050 ريال، واليوم الناس يفتقدون حتى للبدائل. أصبحت كما يقول بعض المواطنين شوارع صنعاء نظيفة بشكل كبير، بسبب أن الناس يلتقطون كل شيء في الشارع ليقوموا بتحضير الطعام، وهذه بدائل أصبحت غير موجودة. حزمة الحطب أصبحت ب3000 ريال، يعني المواطن إذا أراد أن يشتري حزمة الحطب لا تكفي لأسبوع واحد، وأن أسطوانة الغاز كانت تكفي لمدة نصف شهر. هذا يزيد من معاناة الناس، ويفتقر كذلك المواطن لأي بديل إلا المواطن الذي في الريف فإنه يستطيع إيجاد البدائل. هناك أزمة غاز خانقة في المناطق الغير المحررة التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، حيث وصل الحد في صنعاء إلى استخدام القمامات وأشياء أخرى كي يجدوا نار يعني يصنعوا الأكل. وفي المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين في البلاد أو في المناطق الريفية وصلت إلى 9000 ريال قيمة أسطوانة الغاز، فلهذا هم يعني يستخدمون الحطب والكذا، وهذا شيء يعني ما أدى إلى معاناة وخلق كثير من المشاكل والأوجاع. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأعود إلى الحديدة مع الأستاذ بسيم الجناني. أستاذ بسيم، تابعنا وسمعنا آراء الناس كيف تحاول الميليشيا تضييق الخناق حتى على يعني أدنى الخدمات، وهي الغاز المنزلي الذي يصل إلى هذه المناطق بحدود 1200 ريال وتباع بخمسة وبسبعة ألف ريال، فهذا إن وجدت ولكنها منعدمة كما حصل الآن في صنعاء ومعظم المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. السؤال الآن، هل أستاذ بسيم الميليشيا محتاجة إلى مشاكل أخرى لكي تضيق على الناس؟ لا رواتب، لا خدمات، لا صحة، وفوق ذلك تقوم باختلاق أزمات وبيع المشتقات النفطية بأسعار مرتفعة، لماذا كل هذا الجنون؟ نعم أخي، أولا هو ليس جنون بقدر ما هو مكسب، يعني الميليشيا تسعى لتحقيقه. عصابة يعني تقود حرب ضد الجماهيرين منذ 3 سنوات، موردها الأساسي والرئيسي هو السوق السوداء. فكيف احنا نقول ازمه او مشاكل؟ هي اصلا تقتات من هذه السوق السوداء لتغذيه الحرب وتغذيه السلاح. كل ما يقام الان في الجبهات هو يغذيه السوق السوداء عبر ناقلات النفط التي تصل، الغاز والاسعار، عبر العمولات والضرائب والجمارك. يعني
كل الموارد والثروات الموجودة الآن في المناطق التي أقصد، ألا تخشى أن يضيق الحال بالناس وتخرج ثورة جياع؟ الناس فقدوا كل شيء. هناك شعور بالخوف، هناك شعور بالإحباط، هناك شعور باليأس لدى المواطنين. يعني الحال هذا ليس جديد حديث عهد، هناك ثلاث سنوات والسوق السوداء فوق ظهر المواطن، والمواطن يتكبد وتجرع، وكل أزمة تزيد فيها سعر المواطن يتكبد ويلاتها. وللأسف آلة القمع والقبضة الأمنية التي استخدمت فيها انتهاكات غير مسبوقة من قتل وتعذيب هي من جعلت المواطن يشعر بنوع من الإحباط واليأس. وللأسف هناك أيضا يعني تخاذل من الحكومة الشرعية بأن تخلص الناس، تخلص الشعب من هذه الميليشيا والآفة التي دمرت الوطن ومقدراته. نحن الآن لو عادت الأمور إلى ما كانت عليه من قبل وتحررت المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا، كيف أحتاج لترميم ما أحدثته هذه الميليشيا من تدمير لمؤسسات الدولة والقوانين والمؤسسات بشكل كامل، الموارد. هناك تصفية كاملة لكل شيء حتى على مستوى الفرد، يعني الإتاوات والابتزاز والنهب. يعني اليوم نحن نتحدث عن يعني منع تداول فئات 500 ريال القادمة من البنك المركزي عدن، وهو أمر يعني تسبب بكثير مشاكل وكثير للمواطنين الذين كانوا يمتلكون أموال من هذه الفئة وكانوا يتداولوها بشكل طبيعي إلى قبل أسبوع، واليوم تمنع. يعني هناك ومن يضبطه وهو يتداولها يتم ابتزازه وحبسه ويتم نهب جزء من هذه الأموال. يعني هناك يعني كان الميليشيا هذه تقود حربين، حرب ضد في الجبهات يعني وحرب ضد المواطن لإخضاعه بالقوة. نعم. بالسلاح بالقبضة الأمنية التي تفرضها على المواطنين. فثورة الجياع لا محال ولا شك أنها قادمة. نعم. وعلى الناس أن يتحرروا من هذه الميليشيا بشكل أو نعم. بآخر. نعم. طيب ابقى معي أستاذ بسيم، أعود إذن إلى مأرب عبر الأقمار الصناعية مع الصحفي عبد الله المنصور. يا عبد الله، الآن كان خلال الأسبوع الماضي حدثت هناك بعض الاحتجاجات والمظاهرات، الناس خرجت عن صمتها وتم يعني قطع بعض الشوارع وخاصة أمام مبنى أمانة العاصمة، وتم إحراق الإطارات وللمطالبة بتوفير المشتقات النفطية، بتوفير الغاز المنزلي وتخفيض أسعارها. لكن لاقت هذه الاحتجاجات القمع والاعتقال. باعتقادك هل الناس، هذه بشارة بأن الناس لن يصمتوا ولن يستمروا في هذا الصمت بعد أن وصل بهم الحال وضاقت بهم الحياة إلى مستوى عدم توفر ما يطبخون وما يأكلون ويقتاتون عليه؟ الحقيقة بالنظر إلى القبضة الأمنية للميليشيات في العاصمة صنعاء، أن خروج مثل هكذا مظاهرات واحتجاجات وفعاليات يبشر بهذه الثورة أو يبشر بقرب زوال هذه الميليشيات وبالقرار التي القرار الذي أجبر هؤلاء الناس على اتخاذه والخروج إلى الشوارع والاحتجاج ضد هذه الميليشيات التي تمارس هذه الأساليب وهذه الانتهاكات ضد هؤلاء السكان وهؤلاء المواطنين مع ما يعتريهم ومع ما يرافق هذه الاحتجاجات من مخاطر كبيرة وممارسات للميليشيات الحوثية بالقمع واستخدام القوى المفرطة ضد كل من يعارضها أو يناهض سياستها سواء سابقا أو خلال هذه الفترة. الحقيقة أن المواطنين يتحملون جزءا كبيرا من هذا الواقع التي فرضت هذه الميليشيات بسكوتهم عن هذه الممارسات، ويجب أن ينتفضوا في وجه هذه الممارسات التي تقوم بها هذه الميليشيات. يجب أن يرفعوا أصواتهم، يجب أن يكون لهم موقفا حازما لإيقاف هذه الميليشيات ومنع تماديها أكثر. اليوم الكل منشغل عن هذه المعاناة، والمواطن والسكان هذه المناطق هم وحدهم من يدفعون الثمن باهظا. هم اليوم لا يمتلكون مرتبات. قامت هذه الميليشيات
بقطع مرتباتهم، تفرض عليهم أتاوات وجبايات بدءا من المجهود الحربي ومناسباتها الدينية والشيعية كيوم الشهيد ويوم والمولد النبوي وإلى ما غير ذلك. هي تبتز التجار وتنتهك المواطنين، حتى تبتز الطلاب في المدارس وتفرق هؤلاء الطلاب وتفرض عليهم مبالغ. إذن اليوم هؤلاء إذا ما أمعنوا في السكوت أو إذا ما واصلوا سكوتهم وتغاضيهم عن هذه الممارسات فإنها ستزيد أكثر وأكثر في ظل صمت مريب للمجتمع الدولي. لكن هذا هو صمت، نلاحظ نعم أن هذه أستاذ عبد الله، ولكن هذا هو صمت عديمي الحيلة. ما الذي يملكونه بأيديهم؟ هناك آلة قمع كبيرة تستخدم العنف ضد أي صوت يعارضها، هناك فقر شديد، هناك عدم وجود من يستند إليه ومن يحركهم في على الأقل في هذه المحافظات حتى يتوحدوا ويخرجوا بصوت واحد ضد هذه الممارسات. يا أخي، هذه الميليشيات ما الذي ستفعله أكثر مما فعلته؟ هي تقتل الناس في بيوتهم، هي تجر الحرب والويلات والقصف ليلا ونهارا بممارساتها وأساليبها هذه، هي تختطف الناس من منازلهم، تقوم بتعذيبهم وقتلهم، فما الذي يمكن أن تفعله أكثر من هذا؟ هي تقتلهم جوعا إذا صح التعبير، فلماذا ينتظرون الموت جوعا؟ فالأفضل أن يبادروا ويرفعوا أصواتهم ويناهضوا هذه الميليشيات ويوقفوها. لا يمكن للقوة بأي حال من الأحوال أن تحمي هذه الميليشيات أو أن تستمر. الشعب أقوى من هؤلاء، أثق بهذا، والتاريخ والأحداث تقول هذا، أن الشعب هو الأقوى من كل سلاح، لا يمكن أن يحده أو أن يوقفه أو أن ينال منه مثل هؤلاء المجرمين. لا بد ما يكون هناك صوت مرتفع. نعم. طيب أخي عبد الله، قبل أن أودعك سؤال أخير فقط الآن، من خلال ما تلحظه في مأرب من استقرار للحياة وتوفر للمواد والمشتقات النفطية إلى غير ذلك، هل بات الناس في قناعة بأن هذه المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيا لم تعد قابلة للحياة وهناك نزوح كبير إلى مأرب وغيرها من المحافظات المحررة، أم لا زال الناس يقاوموا كل هذا الغلاء، كل هذا التضييق، كل هذه الممارسات القمعية ضدهم في هذه الأماكن وسيستمروا ويصبروا على ذلك؟ الحقيقة أن هذا ولد قناعة كبيرة لدى الناس بمدى أهمية وجود الدولة. نحن اليوم عندما نتحدث عن مأرب لا نتحدث عن منطقة أو قطعة جغرافية، نحن نتحدث عن دولة حاضرة تقوم بمهامها على أكمل وجه، وهذا ما يجب أن يكون في صنعاء وبقية المناطق وبقية المحافظات. يجب استعادتها وتحريرها وتواجد الدولة والقيام بالمهام المناطة بها. أشكرك جزيل الشكر الصحفي عبد الله المنصوري، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من محافظة مأرب. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لمتابعة هذه المادة المعلوماتية الذي أعدها زميل وضيع عطا عن المشتقات النفطية، سعرها الرسمية، كيف ارتفعت وصارت بأضعاف مضاعفة، كيف تحاول الميليشيا تضييق الخناق على المواطنين في هذه المحافظات الخاضعة لسيطرتها بطريقة ممنهجة يوم وراء يوم. نتابع هذه المادة المعلوماتية ومن ثم نكمل الحديث.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأعود هذه المرة إلى صنعاء مع الناشط عمار مرشد. مرحبا بك أستاذ عمار. أهلا وسهلا بك، مرحبا. أهلا بك أستاذ عمار. في البداية ضعنا بصورة ما يدور الآن في صنعاء من انعدام للمشتقات النفطية والغاز المنزلي على وجه التحديد. رأينا العديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصور، والناس تنام على الأرصفة منتظرة في طوابير طويلة حتى تحصل على مادة الغاز التي تبيعها الميليشيا، ليس بسعرها الرسمي المقرر من الحكومة ب 1200 ريال، بل 5000 7000 وأكثر. والله شوف هذا الشيء، خليني أقول لك وأكون يعني واضح معك في موضوع الأزمة الذي بنمر فيها الآن، بالذات من سواء ارتفاع الأسعار، المستجدات النفطية، الغاز وإلى آخره. إحنا كشعب مشاركين في هذه الأزمة. طبعاً أمس كان في أزمة مستجدات نفطية، وشفت الفيديوهات كل الناس زحمة على المحطات و على أساس إنه حين عدم وما ينعدم. صحيح الصباح المحطات فاضية. نعم. الحوثيين لما يشوفوا الناس بهذا الخوف وبهذا الاندفاع لهذا الحاجات هذه، هم يستغلوا هذه الورقة صالحهم. إنه وقت ما هم بيحبوا يأخذوا فلوس من الشعب أو يضغطوا عليهم أو شيء، بيقولوا في أزمة، أو حتى بيبدأوا بمرحلة إشاعات، والشعب يبدأ يدافع على هذا الشيء. يعني ما عمار، نعم عمار، ولو قطعت كلامك، يعني ما حدث خلال اليومين الماضيين ربما كان متعمد، لأنه كان البنزين متوفر والغاز متوفر. بالضبط. الغاز اليوم بدأت شوية الأزمة من حلت على الأخير، الغاز بدأت شوية تنحل شوية، بس نعم. موضوع النفط هذه كانت حركة متعمدة، بحيث أنهم يخوفوا الشعب أنه حيتم انعدام البترول، انه حيكون في بترول، ما حيكونش في بترول، تخلوا الناس تدافع على المحطات وتدفع فلوس عشان تعدي من المحطات، ومعروف انه الفلوس هذه بترجع عائده للحوثيين بحيث انهم يستفيدوا من هذا الفلوس اللي هم يشتوها ويستفيدوا منها. نعم. اما ازمه الغاز للاسف الموضوع فيه فساد عالي جدا جدا جدا، اغلب المشاهدين واغلب المتابعين واغلب المطالعين في الوضع هذا عارف ان الغاز بيخرج من مأرب تكلفة إجمالية للدب الغاز قد تصل إلى 1200 ريال. نعم. قيمتها تضاف فيها الضرائب العادية وضرائب النفط وكذا، ممكن توصل لليمن بحدود صنعاء ممكن توصل بحدود 2300 2500 ريال. نعم. و 400 ريال ممكن تنضاف لصاحب المحطة تفتح ب 3000 ريال، هذا المعروف وهذا الرسمي وهذا اللي موجود في الوثائق وكل شيء. نعم. لكن جماعة الحوثيين اللي متواجدين الآن في صنعاء هم اللي بيضيفوا الإضافة الزائدة على سعر الدب الغاز بحيث أنهم يستفيدوا من الإضافة هذه لصالحهم. طيب عمار، نتكلم بصورة أدق، البعض يقول أن هؤلاء أصبحت هم عصابة سوق سوداء عن طريق جماعة الحوثي ومسنودين من جماعة الحوثي وهم المتحكمين، ويفرضوا هذه التاوات وهذه الارتفاع بالأسعار على أصحاب هذه المحطات. هل هي مثلا مقتصرة على مجموعة معينة تابعة للحوثيين، أم هو يعني سياسة تنتهجها السلطة الحوثية بشكل عام في صنعاء؟ أكيد ما فيش مجال إن إحنا نناقش هذا النظرية. إذا ما كانوش عصابة السوق السوداء هم نفسهم من الحوثيين، فهذه المشكلة عدها أعظم. من الحوثيين هم اللي مسيطرين على الوضع في صنعاء، هم أصحاب على أساس أنهم سلطة في الأمر الواقع، وهم اللي بيتحكموا في البلاد، مش قادرين يضبطوا مجموعة يتلعبوا بالأسعار. فهذه مشكلة الحوثيين مشكلتين، بس واضح وفعليا تماما أنه عصابة السوق السوداء هي عصابة من جماعات من المتنفذين الحوثيين بيستفيدوا من سلطتهم من عقودهم داخل جماعة الحوثيين، وهم بالغالب بيكون في تقاسم بالنسبه للاسعار الذي بتزيد وبتنقص والى اخره، وللاسف هذا يعتبر العيب عيبان على ما يقولوا انه جماعه الحوثيين مش قادرين يضبطوا اصحاب السوق السوداء وهم المسيطرين على امر الواقع، لا هم اللي قادرين يديروا حكومه، ولا هم اللي قادرين يوفروا اساسيات للعيش للشعب هذا، ولا هم حتى اللي قادرين يتفاوضوا من شان الشعب هذا يعيش بشكل جيد. نعم. فعليا وانا من قناعه ومن وجهه نظري انه اللي بيتحكم في السوق السوداء وعصابه السوق السوداء هم جماعات متنفذين من جماعات الحوثيين. نعم. طيب الآن وضع الناس كيف عمار الآن بصنعاء؟ شهدنا خلال الأسبوع الماضي كان هناك بعض الاحتجاجات بدأت تتشكل وتخرج في شوارع صنعاء، لا يعني احتجاج على شيء ضروري وهو الغاز، يعني لم تعد الناس تخرج مثلا تطالب بإسقاطهم أو برحيلهم، بل خرجت تبحث عن توفير الخدمة البسيطة وهي الغاز المنزلي أو البترول أو ما شابه ذلك. الناس لهم أكثر من عام ونصف بلا رواتب، الناس بلا أعمال بلا شيء، ولكن ومع ذلك يتم قمع هؤلاء الناس واعتقالهم. الآن الناس كيف يفكرون؟ صدى الشارع في صنعاء كيف؟ شوف يا بشير، يعني أنا تكلمت على هذا الموضوع من أول وتكلم عليه الآن. أول شيء أنه الناس بتعيش الآن وضع سيء، الناس بتعيش وضع سيء من أول ما دخلوا الحوثيين صنعاء. ما اللي حينكر هذا الشيء فهذا إنسان
يعني ما عندوش حتى اخلاقيات انسانيه انه يفكر انه هل اليمنيين مرتاحين بعد سيطره الحوثي في صنعاء والحرب اللي حصلت او لا. نعم. الوضع سيء جدا، الوضع بالذات او دليل انه بالذات الكلام اللي دائما نقوله، تكلمت مع سامي في الحلقه السابقه انه اخذت من الحرب اللي بنمر فيها هو التطبيع. التطبيع بمعنى انه الناس الان بدات توصل لمرحله انه انعدم البترول طبيعي، بنروح نستخدم مثلا ديزل، انعدم الديزل طبيعي حنمشي رجل. الان مشكله انه الناس اللي سووها الحوثيين هم مشكله يضغطوا على الناس بحيث انهم يخلوهم يعيشوا التطبيع لجو كبير. انت عارف الان الدفاتر تباعت اكثر من 5000 ريال. الناس تقول لك طبيعي نشتريها ب 5000 ولا ينعدم. نعم. اللي بيحصل الان على المجتمع على داخل صنعاء في الناس يعتبر، لماذا يتطبع الناس استاذ عمار لماذا يتطبع الناس مع هذه الممارسات ويخضعوا لها؟ لماذا؟ ما هي الاسباب وهم بلا رواتب بلا اعمال؟ الخوف. احنا كلنا شهدنا في الاعوام السابقه مجموعات تخرج للشارع، هم متوقعين انه سلطة الحوثي ممكن يتفهم لحاجه اسمها الراي العام او حاجه اسمها احتياجات الشعب او حتى انه الشعب هو صاحب السلطه، بس واجهت دائما هذه المظاهرات السلميه اللي تخرج للمطالبه زي ما انت قلت في اشياء اساسيه. خلاص هم عاديهم هم يحكم، هم يهمهم ياكلوا ويشربوا ويحكم من حكم. تتفاجئوا انه انا خارج اطالب بحاجه اساسيه وكمان تجمعوا لي هذه المظاهره. هذول الجماعه مستعدين انهم يفعلوا فينا جرائم من غير اي شيء ثاني. نعم. لا هم بيخرجوا الان يطالبوا بتحسين وضع حكومي او حتى سياسي، ولا هم عندهم الجراءه الكبيره الان حتى انهم يخرجوا للشارع يطالبوا بحقوقهم الخاصه او اساسيات فرضت على اي سلطه تحكمهم انها توفرها لهم. فللاسف الخوف اللي مورس ضدنا احنا كيمنيين في صنعاء بالذات اكبر من اي شيء تتصوره، وهذا اكبر سبب واكبر نعم حاجه تقدر تخلي الناس تقول لك خليك في البيت احسن ما تموت. طيب عمار نعم. طيب استاذ عمار ابقى معي وساعود الى الحديده مع الصحفي بسيم الجناني. استاذ بسيم، اذا تابعت وسمعت ما هو الحال كما تحدث الاخ عمار في صنعاء، ان الناس تتطبع مع كل يعني ازمه تختلقها الميليشيا وتضغط على الناس وتحت القمع الناس ترضخ وتبحث، المهم انها تعيش وتبحث عن الحياه خوفا من الاعتقال او القمع او الموت او القتل الذي تمارسه. في الحديده ربما الحال أسوأ من صنعاء، لان صنعاء هي مركز الدوله وهي لا زالت ربما هناك بعض الاشياء المتوفره، لكن في الحديده كيف هو الوضع والى متى سيستمر الناس بهذا الصمت؟ وكما تحدث لنا الاخ عبد الله قال الميليشيا هي أيضا تمارس الموت والقمع والقتل، هذا شيء لم يعد يعني جديد. اذا ما هو الخوف الذي يجعل الناس لا تخرج تبحث عن الخدمات تبحث عن الاشياء الاساسيه للحياه؟ نعم اخي، طبعا اتفق مع الاخ عمار في انه المواطن جزء او سبب رئيسي في المشكله. يعني مثلا انا اؤكد لك ومصادر موثوقه، وبالامس نشرت هذا الشيء على صفحتي بوثيقه تؤكد ان كميات المشتقات النفطيه الموجوده في ميناء الحديده غاطس ميناء الحديده وخزانات منشات النفط تكفي للمحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي لستة اشهر قادمه تكفي، غير التي ستاتي. واختلاق الازمه او الشائعه والتي تجعل المواطن يندفع ويحتشد امام المحطات هو اهم ركيزه ترتكز عليها الميليشيا الحوثي في انه تخلق فوق سوداء واسعار مرتفعه. نقول للمواطنين يعني ياخذوا ما يسد حاجتهم فقط، وان لا يستجيبوا لهذه الشائعات وان يكونوا سبب في تجاره هؤلاء الناس. هؤلاء الناس لا يفكرون بمصلحه المواطن ولا معيشته، ولا يعني ما كانوا قطعوا رواتبه، ما كانوا نهبوا الثروات، ما كان اليوم يتم إعادة جمركة المواد الخام والمواد الغذائية قادمة من ميناء عدن مرة أخرى في محافظة إب، وهم يعرفون أن الذي سيتكبد هذه التسعيرة هو المواطن، وأن كثير من المصانع توقفت وكثير من يعني المصانع توقفت خطوط إنتاج، يعني آلاف العمال اليوم مهددين بتوقف مصانعهم بسبب حجز مئات القاطرات اليوم في إب للمواد الخام والمواد الغذائية والتابعة للمؤسسات والمصانع في تعز وفي الحديدة وغيرها من المحافظة التي تسيطر عليها الشعبي. هؤلاء لا يفكرون بمصلحة الوطن أو المواطن، ولا يفكرون كيف يكسبون المال كيف ينهبون. اليوم شكلوا وكونوا ثروة كبيرة جدا، بنوا عمارات سيارات. أما ما يتعلق بموضوع المواطن، قلت لك هناك يأس وإحباط شديد جدا سببه آلة القمع. الحديدة كانت من أشد المحافظات التي مورست ضد أبنائها آلة قمع شديدة جدا، وانتهكت الأعراض نعم. البيوت المعتقلات امتلأت. أشكرك أخي بسيم. نعم. 380 معتقل. نعم.
شكرا جزيلا لك الصحفي بسيم الجناني، كنت معنا من الحديدة. وعودة أخيرة إلى صنعاء مع الأخ عمار مرشد الناشط الحقوقي. أخ عمار، سؤال أخير الآن فقط، أنت أيضا لك يعني نشاطات كبيرة مع بعض الزملاء العاملين في الجانب الإغاثي وتلمس احتياجات الناس وتقديم العون لهم عن طريق فاعلي الخير، هل استطعتم أن تغطوا فجوة ولو بسيطة من احتياجات الناس في صنعاء؟ يا بشير، السؤال صعب طبعا، وسؤال صعب وإجابته معروفة طبعا، صعب 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 جدا. احنا الذي بنفعلها احنا ما هوش قطرة من البحر. نعم، تتكلم عن سكان اليماء، سكان صنعاء في احصائيات 2009 خاصة بالدولة كانت 3 مليون، الان احسب لك بعد النزوح تجاوز 3 مليون، والوضع سيء، ما فيش رواتب اكثر من 3 سنوات، ما فيش اساسيات خدمة اكثر من سنتين، ما فيش حاجة خدمات اساسية لها قيمة ممكن تساعد المواطن انه يستمر. احنا اذا قدرنا نساعد بالعشرات بالمئات، خليها بالالاف، من للملايين الباقية من حيساعدهم؟ ما فيش، صعب جدا، الوضع سيء جدا، واللي بيحصل داخل صنعاء هو عبارة عن استنزاف للشعب اليمني انه يخضع ويركع داخل صنعاء على اساس خلاص يامن بحاجة ما تنصف الامر الراجع والحوثيين يقول خلاص. ما هو الناس قد يعني الناس في صنعاء قدوا مغلوبين على امرهم استاذ عمار، مغلوبين على امرهم في صنعاء وربما استسلموا لكل شيء، يعني ما الذي تبقى حتى انهم يعني يستمروا في 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 فيما تقول الان؟ والله شوف، تقدر تقول انه طبيعه الانسان اليمني من زمان معروف، احنا من زمان من تاريخنا من ايام الملكه سبا وبلديس وغيرهم معروفين ان احنا اليمنيين عنيدين، والعناد هذا الذي فينا للاسف جاء علينا ما جاش معانا. العناد الذي فينا ان احنا نعيش حتى لو احنا ميتين جوع، وللاسف ما عندنا في الشجاعه والقوه ان احنا نخرج نحارب ونقاتل ونطالب بحقوقنا. هذا اللي يخلينا نجلس على. اشكرك استاذ عمار، أستاذ عمار الذي قل وقت، نعم أعتذر منك للمقاطعة، شكرا جزيلا لك الأستاذ عمار مرشد ناشط حقوقي، كنت معنا من صنعاء وضعتنا بصورة مفصلة عما يدور في صنعاء، شكرا جزيلا لك. لم يبقى مشاهدينا الكرام إلا أن نذهب الآن لنقرأ بعض تعليقاتكم حول موضوع الحلقة، انعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي في صنعاء والمحافظات الخاضعة على سيطرة الميليشيا. نقرأ بعضا من هذه التعليقات مع صديق البرنامج الأخ عمر أحمد علي يعلق بالقول: البديل هو الحطب في المناطق الريفية، أما المدن فليلجأ البعض إلى استخدام المخلفات البلاستيكية رغم المخاطر الصحية الكبيرة المترتبة على ذلك. الأخ عمر أحمد علي. رأي آخر أيضا من صديق البرنامج أبو عبد الرحمن الفارع يعلق بالقول: الحطب في أغلب المناطق الريفية، وأخيرا انتشر استعمال القراطيس المشمعات البلاستيكية دون علم الكثير بأضرارها، كما أنهم يستخدمون الكراتين والأشياء الورقية. أبو عبد الرحمن الفارع. رأي أخير من صديق البرنامج توفيق الزوم يعلق بالقول: أفضل البدائل هو خروج الناس للشارع يصيحوا بأعلى صوتهم حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن هذا يعني تعليق أخير من الأخ توفيق الزوم، ونقول حسبي الله على هذه الميليشيا التي لم تترك ولا أي متنفس للناس في حياتهم، في أرزاقهم، في مرتباتهم، حتى في الأشياء الأساسية التي توفرها الحكومة الشرعية لهذه المناطق تعمد إلى تحويلها إلى سلعة سوداء تبتز فيها الناس. ختام الحلقة، شكرا لضيوفي الأكارم، كان معي عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب الصحفي عبد الله المنصوري، من الحديدة الصحفي بسيم الجناني، ومن صنعاء الناشط الحقوقي عمار مرشد. ختام الحلقة أيضا تقبلوا تحايا الزملاء في الإعداد والإنتاج الزميل وديع عطا والزميلة إلهام عامر، كما هي لكم من كافة طاقم البرنامج ومني، حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. حفظكم الله والوطن.